أسعد سوى التي أنشئت من أجل خدمة الملف أو أن تكون وسيطة بينهم أو المنظمات المحلية المنظمات الدولية من أجل حقوقهم التي يجب أن يتمكنوا من تحقيقها لهم. أطالب من جميع الأهالي الوقوف مع هذه الأهالي الذين يعانون خلال هذه الأيام، وأطالب على وزارة الداخلية بالإسراع في التقاط هؤلاء العوائل بأولادهم.